باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من رسالة من سفر الرؤيا لمعلمنا يوحنا الرائي في أصحاح 6 آية 2 بيقول: فنظرت إذ فرط أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. إن هو بيتكلم عن المسيح له المجد، هو اللي راكب الفرس الأبيض. المسيح غالب وانتصر وسحق الشيطان على الصليب، فهو خرج غالبا ولكي يغلب. لكن عشان نعرف قد إيه الغلبة دي، المسيح ربط الشيطان اللي هو القوي. بيقول إذا كان القوي متسلح وبيته، هيجي الأقوى منه هيقيده وينهب بيته. وده اللي عمله السيد المسيح للمجد مع الشيطان فسحقه. هذه المعركة هي معركة خلاصنا اللي فيها انسحق الشيطان والمسيح. الشياطين كلهم أشهرهم جهارا وفاز بيهم بدم صليبه، هزمهم كلهم. فدي الغلبة بتاعت المسيح، والغلبة دي كانت لحسابنا، لأن المسيح لما غلب غلب وهو لابس جسدنا، جسدنا البشري، فلحسابنا إحنا هذه الإيه الغلبة. نلاقي في سفر أعمال الرسل بيقول لنا إن كان في 7 بنين لراجل يهودي اسمه زكاوة، وال7 بنين دول كانوا ابتدوا يبدو يشوفوا معلمنا بولس الرسول والشياطين بتخرج بأمره، فحاولوا إن هما كمان يستعملوا نفس الطريقة إن هما يقولوا اسم يسوع ويعزموا بيه، يعني يقولوا بتكرار كده، بحيث إن إيه لما يقولوا له يقولوا بتكرار الشيطان هيخرج. فالروح النجس يقول في انه فاجاب الروح الشرير وقال: اما يسوع فانا اعرفه، وبولس انا اعلمه. ما بقول له بنقسم عليك بيسوع اللي بولس بيكرز بيه. فالشيطان قال لهم: واما انتم فمن انتم؟ انتم مين؟ وده اللي عايزين نقوله، مين اللي له الغلبة؟ اذا كان المسيح غلب لحسابنا، مين فينا يتمتع بهذه الغلبة؟ كلام موجود في سفر أعمال الرسل 19 أي 15 و16، يقول لنا أن الروح النجس وسب عليهم، الإنسان اللي كان فيه الروح النجس يعني الشيطان دفعه أن هو يهاجمهم، فوسب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوى عليهم، حتى هربوا من ذلك البيت عراه ومجرحين. إذا هنا ما قدروش على الشيطان، أمال مين اللي يقدر على الشيطان؟ الذي للمسيح، هم دول اللي يقدروا على الشيطان، هم ما كانوش للمسيح. فإذا الغلبة اللي اداها المسيح لينا والنصرة بتاعته على الصليب والقوة بتاعته هي للذين له. مش هو قال كده إن إيه الذين آمنوا بهم أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. فهنا لازم الإيمان، ولازم يبقى لي علاقة بالمسيح، لازم أكون أحب المسيح. أعرف إزاي الكلام ده؟ المسيح قالها كده صراحة: اللي يحبني يحفظ وصاياي. فلو أنا بحفظ وصاياه، عندي إيمان بيه وحبيته وبحفظ وصيته، بقيت للمسيح. فهنا هو الشيطان، هنا هو يبقى يعمل لي حساب، هنا هو ويخاف مني الشيطان. بنسمع عن القديسين زي الأنبا أنطونيوس اللي كانت الشياطين بيغلبهم وتتبخر قصاده، وبنسمع عن القديسين ازاي وهم بينفذوا وصية ربنا الشيطان كان بيصرخ منهم مش قادر يستحملهم. نسمع مثلا القديس بولس البسيط تلميذ القديس الأنبا أنطونيوس، اللي لما الأنبا أنطونيوس بعت ناس
علشان يخرج الشيطان من عليهم، فطلب صليب بالتضاع، طلب صليب الأنبا أنطونيوس، وابتدى يصلي. الشيطان قعد يهزأ بيه إنه مش هيقدر إن هو يخرجهم، ففضل يصلي تاني وتالت. في الآخر خالص الدنيا شمس، حط حجر فوق راسه وقال للشيطان لازم تخرج، لأن معلمي قال إنك تخرج فلازم تخرج. لما ابتدى ينزف من مناخيره، وهنا الشيطان ارتعب من القديس بولس البسيط، بسيط متضع بيسمع الكلام في طاعة، وقال له أنا لاقيها منك ولا من معلمك اللي بيصلي فوق؟ وخرج الشيطان من المكان دوت، من هذا الإنسان. فإذا الشيطان يرتعب من أولاد الله الذين هم للمسيح. مين هم بقى؟ اللي بيحفظوا وصيته. يعني لو واحد بيتضع يرعب الشيطان، بيحب المسيح فعلا وللمسيح ويحفظ وصية الاتضاع بجد مش برياء، يرعب الشيطان. لو واحد قابل العداء اللي عليه والكراهية بحب، لأنه بيحب المسيح وبيحفظ وصيته، هنا ياخد قوة المسيح ونصرة المسيح، وبها يرعب الشيطان، والشيطان ينسحق تحت أقدامه، لأنه هنا مش مرائي هو. فالشيطان قال لهم ما يسوع أنا عارفه كويس، وبولس أنا أعلمه، أمال أنتوا مين؟ فأنت مين يا أخي الحبيب، وأنت مين يا أختي الحبيبة؟ لازم تبقى للمسيح لو بتنفذ وصيته، وأمين ومخلص بإيمان وثقة تنفذ وصيته، أنت ترعب الشياطين. إحنا بنتعرض لحرب شديدة كل يوم، مشاكل وضيقات، والشيطان يزق علينا أفكار وحشة وحروب وحشة، غيرة وحسد وأفكار إدانة، ومواقف من ناس علينا تيجي علينا تخلينا نتحرك. هنتصرف إزاي؟ كجسديين ولا للمسيح؟ لو اتصرفنا للمسيح من أجل المسيح وحب المسيح، هنا هناخد قوة نرعب الشيطان، وناخد نعمة وبركة من المنتصرين، ياخدوا نعمة وبركة. عشان كده يقول لنا معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل كورنثوس، يقول لنا إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، من خلال الصلاة والعلاقة بالمسيح، لأن أنت للمسيح هنا هو بتحارب الشيطان، ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. نقدر بنعمة ربنا لو احنا بنحبه ومتمسكين بيه ومتعلقين بيه وبتنفيذ وصيته ونجاهد، نقدر نستأثر كل فكر وحش لطاعة المسيح. وطاعة المسيح هي اللي في النهاية خالص اللي هي تغلب. بيقول لنا كمان في رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى أصحاح 4 آية 4، أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتموه، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. مين اللي فينا؟ المسيح له المجد في هذا الوقت، لأننا بنحبه ومؤمنين بيه ولينا علاقة بيه. مين الأعظم اللي في العالم؟ لأن اللي فينا أعظم من اللي في العالم. الذي في العالم هو الشيطان. يبقى بكده يبقى لنا النصرة ويبقى لنا الغلبة. الصليب نصرة، الصليب غلبة. لمين؟ لولاد ربنا الذين للمسيح، اللي متسلحين بسلاح المسيح، محبته، العلاقة اللي بيه، كلمته، الكتاب المقدس، الصلوات اللي تخلي الروح القدس يبقى فينا، دي كلها تدينا ان احنا نحفظ وصيته وان احنا ننتصر. ولما ننتصر هنتبني ونجيب ثمر اكثر واكثر لمجد ربنا، والعكس بعد عننا لو حد انهزم النتيجة بتبقى وحشة. فاذا يريد نتمسك بالمسيح مخلصنا اللي غلب، خرج غالبا ولكي يغلب، حتى ما نكون غالبين مثله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.